أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم أنا وبيتي. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. بنعمة ربنا إحنا هنقدم من خلال برنامج أنا وبيتي سلسلة ومجموعة حلقات للنساء فقط، بعنوان للنساء فقط. هنتحدث فيها عن كل حاجة تخص الزوجات وبيوتهم وحياتهم، ونتمنى طبعا أن الرجال كمان يشاهدوا البرنامج، ومش بس الزوجات، بس الأزواج والزوجات. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا النهاردة ضيفنا العزيز الدكتور قمص أشعياء ميخائيل، كاهن كنيسة الملاك بالظاهر ومدرس بمعهد الرعاية. أهلا بقدسك يا بون. أهلا يا جين، أهلا بك، سعداء بوجود قدسك معنا دايما. شكرا. في الحقيقة خلينا نبدأ مع قدسك وعنوان سلسلة الحلقات اللي هنقدمها للنساء فقط. اشمعنى قدسك اخترت العنوان ده؟ هو يعني العنوان جذاب طبعا، العنوان جذاب، جذاب للرجال وجذاب للنساء طبعا. فطبعا أهم حاجة لما الواحد يعمل برنامج أو يكتب كتاب بتشغلني حاجتين، أول حاجة اسم الكتاب، وتاني حاجة الغلاف بتاع الكتاب. فالاسم دايما يشد ويشد القارئ أو السامع، يقول إيه يا ترى هيقولوا إيه. هيشد الرجالة في الأول يقولوا إيه، طب نشوف هيقولوا إيه للستات، على الله بس يعني يجوا مع الستات ضدنا. والستات يتشدوا برضو يقولوا إيه، أما نشوف هيقولوا إيه، على الله ما ينتقدوناش. إنما لا إحنا هننتقد الستات ولا إحنا يعني هنتجاهل الرجالة. انما شوفي، انا اللي شدني الحقيقه في رساله معلمنا بطرس الرسول الاولى الاصحاح الثالث، بيقول كذلكن ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمه يربحون بسيره النساء بدون كلمه. دي الحاجه اللي شدتني، يربحون بسيره النساء بدون كلمه. يعني عاوز يقول لنا إن ممكن الستات دول الأمهات والزوجات يكونوا سبب خلاص مش للرجالة، للناس كلها. مزبوط. عشان كده يعني مش المرأة هي النص، لا المرأة أكتر من نص، هي نص الراجل، إنما كل حاجة بالنسبة للأولاد وهي كل حاجة بالنسبة للبيت. وأنا دايما أقول الست في إيدها ترفع كده وفي إيدها تنزل كده، فأهم حاجة إن إحنا نقول للرجالة احنا هنصلح لكم الدنيا عشان تبقوا مبسوطين. يعني طب اشمعنى قدسك اختارت انك تتكلم للنساء مش للرجال، تتحدث للنساء فقط؟ لا، ما هو الرجال شبعوا كلام بقى، يعني الرجال ما هو برضو لمصلحة الرجالة، يعني احنا هنكلم النساء بس لمصلحة الرجالة. يعني ان شاء الله بإذن الله كل ينبسط. قصدي يعني لما يبقى فيه نكد في البيت الكل بيبقى منكد، الراجل منكد والست منكدة والعيال منكدين والبيت كله منكد. وبعدين احنا دايما نقول على الستات ان هم الجنس اللطيف، فلازم الجنس اللطيف ده يلطف لنا الدنيا كلها. يعني طب بس انا حاسه ان الاسم البرنامج عنصري شويه، ومش متخيله ايه موقف الرجاله لما يشوفوه. يعني نبقى نعمل لهم برنامج لوحدهم بقى للرجال فقط يعني. بعد ما نخلص ده ازاي نعد فتياتنا لزواج ناجح؟ نجهز بناتنا ازاي في البيوت لجواز ناجح؟ هو طبعا دور الام مهم جدا. الام دي ليها دور كبير جدا، مش بس في اعداد زواج ناجح، دور الام مهم في حياة البنت بصفة عامة. يعني
أكتر حاجة بتتأثر بيها البنت القدوة. القدوة دي يعني حتى البنت الصغيرة تبص تلاقيها عندها عدسات مفتوحة، العينين والودان دول عدستين مفتوحين باستمرار. الأم بتطبع صورة لبنتها، صورة الوداعة، صورة الروحانية، صورة ازاي بتتعامل مع جوزها، ازاي بتتعامل مع اولادها. يعني في زوجة غضوبة بتتنرفز وتغضب، في زوجة مقموصة بتلاقيها دايما مقموصة، العيال بينطبع. ده مش بس البنات يا جينا، ده الطفل الصغير هو بيرضع والام شايلاه كده وبصاله كده وهي بتبتسم، الابتسامة دي بتطبع على الطفل. انما الام الكشوره بقى اللي حاطه 111 هنا، بص ده فاول حاجه بتتحط في حياه الطفل في حياه الفتاه هي قدوه الام. دي بتدي صوره عن زواج ناجح. يعني في بنات متعقدين من الجواز، تقول لهم يقول لك انا الجواز ده نكد، الجواز ده قيد الحريه. طب ليه يا بنتي بتقولي كده؟ انها شافت ابوها ازاي مقايد امها وخانقها. فالقدوه دي مهمه جدا. النقطه الثانيه بتعديها عن طريق عدم ترك بصمات لجروح نفسيه. الجروح النفسيه دي بتيجي مثلا من الضرب، بتيجي من سوء المعامله، بتيجي من المحاباه. يعني دايما ساعات خصوصا يعني عندنا في مصر بص تلاقي البنت الساعة 9 تكوني في البيت، الولد جاي الساعة 1 بالليل محدش يكلمه، البنت لا ما تخرجيش، الولد خارج داخل، البنت ما تروحيش مؤتمرات في الكنيسة، الولد. عشان كده حتة المحاباة دي كمان بتفرق بينهم. يبقى عندنا القدوة مهمة جدا، وعدم ترك جروح نفسية على البنت مهمة جدا. نمرة 3 تقديم مفاهيم صحيحة. يعني ما تجيش الام بقى تقول لها ايه، بصي انت لازم تاخدي دكتور. هي بنت مثلا صيدلانيه تقول لها لازم تاخدي دكتور، جالها واحد مهندس تقول لها لا مهندس لا، جالها واحد محاسب لا. يعني كان هما بيتجوزوا شهادات. فهنا المفاهيم الصحيحه اللي الام بتقدمها، يا بنتي اهم حاجه في الشخص انه يكون في خوف الله وليه علاقه بربنا، نفس الوقت عنده قدرات. يعني عنده قدرات، يعني في حاجه عندنا دايما انا اقولها حتى على سبيل الفكاهه، بدعه بقول هي بدعه صوت الله. هي طبعا صوت الله كويس يعني، انما بدعه صوت الله يجي واحد مثلا عنده شقه في حي كده، مش عاوز اقول الاحياء بقى احسن ناس يعني تتجرح ولا حاجه، لا لا صوت ربنا مش 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 مستريح. واحد تاني يجي عنده شقة برضه في حي كده شعبي شوية، لا لا صوت ربنا. يجي واحد بقى عنده شقة في التجمع الخامس ولا في الرحاب ولا في حتة النظيفة دي، يقول آه أنا حاسة بصوت ربنا قوي. فهنا دي مفاهيم خاطئة الأم بتقدمها للبنت من غير ما تدرى. نمرة 4 قوة صلاة الأم. قوة صلاة الأم دي قوية جدا جدا جدا. عشان كده الأم لازم ترفع صلوات من أجل بنتها. يعني أنا أعرف أم من الأمهات كانت بتصلي لابنها وهو طفل صغير من أجل زواجه. احنا كتير بنغفل الدور ده. تقول لي ما اللي هياخدها هتبقى من دوره، فهي اتولدت دلوقتي فأنا بصلي لها. قوة صلاة الوالدين ده رصيد كبير جدا 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 بيعد أولادنا من غير ما ندرى. نمرة 5 الحديث عن صور مثالية واقعية. مش مثالية من الخيال، لا مثالية واقعية. زي ما احنا قلنا القدوة ليها تأثير كبير، إنما أحكي على صور مثالية، ناس عايشين مش بس من الكتاب المقدس زكريا وإليصابات وحنة أم صمويل وكده، لا إنما أنا بقدم صور مثالية واقعية، ويا ريت العيلة يبقى فيها صور مثالية. دول الخمس حاجات: قدوة، عدم ترك بصمات لجروح نفسية، تقديم مفاهيم صحيحة،
قوة صلاة الأم وصلاة الوالدين بصفة عامة، والحديث عن صور مثالية من الواقع اللي احنا عايشين فيه. خلينا نسأل وننقل لنقطة تانية مع قدسك ودور الجدات والأمهات نحو الأمهات صغيرات السن. نتكلم على دور الأم في البيت عشان تجهز بنتها للزواج، دور الجدات والأمهات نحو البنات أو الزوجات الصغيرات السن يعني. ما بصي، في رسالة تيتوس فيه كم عدد كده محدش بينتبه ليهم، لأن هم محشورين كده بين يعني أول اتكلم عن التعليم واتكلم عن الـ وبعدين رجع يقول إيه في رسالة تيتوس الأصحاح الثاني عدد 3 و5، بيقول كذلك العجائز. العجائز هم كبار السن يعني، اللي هم الجدات. كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة غير سالبات، وهنبقى نشرح كلمة سالبات إيه المقصود بيها، غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح. ليه بقى؟ لكي ينصحن الحدثات. الحدثات دول ممكن يكونوا بناتهم ممكن يكونوا أحفادهم. لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن، صالحات خاضعات لرجالهن. شوفي بقى الكمالة إيه، لكي لا يجدف على كلمة الله. يعني الحاجات دي لو ما كانتش موجودة وفي عكسها موجود، هيبقى في عصرة وفي خطية وفي تجديف على كلمة الله. هنبقى نشرح في الحلقات اللي جاية الصفات دي كلها بالتفصيل واحدة واحدة يعني. إنما هنا بيقول إن في مسؤولية على مش بس الجدات اللي خلفوا، يعني كبار السن بصفة عامة، حتى لو ما كانتش اتجوز، حتى لو كانت أرملة، حتى يعني بتبقى عليها مسؤولية إنها تبقى مرشدة أو إشبينة. يعني مش الإشبين مش بس راجل زي ما كنا بنتكلم امبارح، ممكن إشبين يبقى ست. فالكبار في السن دول محتاجين النهاردة البنات، يعني هي فيها كومبينيشن يا جيني، الكبار عليهم مسؤولية والصغيرين عليهم ان هم يلجأوا للكبار. يعني النهاردة مش عاوزين يلجأوا لحد، مش عاوزين يسألوا لحد، انما لا، دي كومبينيشن، الكبار عليهم مسؤولية والصغيرين عليهم مسؤولية ايضا. مظبوط يا استاذ ابونا. خلينا ننقل بشكل عام النهاردة في حلقتنا الاولانية من النساء فقط عن المرأة ودورها في الكنيسة بشكل عام. يعني شوفي، لما نرجع للكتاب المقدس نلاقيه بدي دور كبير للمرأة. يعني تشوفي مثلا في سفرين في الكتاب المقدس بأسماء نساء، استير ورعوس، تلاقي مثلا بيتكلم عن حنة النبية، بيتكلم عن فيلبس إن كان ليه بنات يتنبأنا، بيتكلم بولس الرسول عن الشماسة فيبي، وبيتكلم عن طبيصة إن كانت مملوءة بأعمال صالحة. فالكتاب المقدس مملوء. وبعدين بولس الرسول بيقول لتيموثاوس الإيمان العديم الغش الذي سكن في أمك إفنيكي وجدتك لؤيس. الله، طب فين الأب والجد؟ قال لا، ده الإيمان ده جاي من ناحيته. أولا الكنيسة لا تضطهد المرأة، بل بالعكس ليها دور كبير جدا. إنما ما نجيش بقى في حتة صغيرة ونقول إيه هما بيخشوش الهيكل ليه، هما بيقروش الرسائل ليه، مش شمامسة ليه. لا، هما ليهم دور كبير جدا جدا جدا. شوفي، خدمة النساء يقوم بها النساء، دي نقطة مهمة جدا. ما ينفعش الراجل ياخد دورها، ما ينفعش. ليه؟ لأن الست بتبقى فاهمة البنت، فاهمة طبيعتها، فاهمة أسبوع في الشهر بتبقى منكدة وقرفانة وكده. إنما الستات يخدموا البنات، فدي نقطة مهمة جدا. كمان هناك بعض أعمال لا يمكن أن يقوم بها غير النساء جوه الكنيسة برضو، زي إيه؟ تنظيم المتناولات دي مهمة جدا. تبص لها ساعات دي تديها كتف ودي عاوزة تناول، دي عاوزة إلى آخر. وبعدين برضو من ناحية لبس الحشمة، يعني أنا بشوف في بعض كنائس القاهرة، بعض كنائس عملوا خدمة اسمها خدمة عرس قانا الجليل، بيوجوا يوم الفرح ساعات بيبقى اللبس فضايح فضايح فضايح، يعني هم داخلين بتديهم شرب كده يحطوه، وده بالأمر يعني.
تنظيم الستات بصفة عامة في الكنيسة لازم في ست تبقى واقفة رايحة جاية كده عليها عليهم إلى آخر. تعليم البنات كمان في مدارس الأحد، اجتماعات الشابات، الخدمة الاجتماعية بقى. الخدمة الاجتماعية دي محتاجة بنات وستات. يعني البيوت الفقيرة، العائلات المستورة دي كلها عاوزة بنات وستات. خدمة البيوت الإواء والملاجئ دي عاوزة بنات. مش بس كده، في بعض خدمات في الكنيسة لازم يكون فيها حد ست حاضرة، مثلا واحدة كبيرة هتتعمد لازم تبقى حد جنبيها. زيارات المرضى، مريضات، في ستات عيانين عاوزين حد يقف جنبهم. كمان خدمة المسنين، في ستات مسنات قاعدة في البيت عاوزين حد يخدمهم. هناك مجالات كثيرة جدا جدا لخدمة المرأة عاوزة احنا نقتحمها. وقدسك بتشجعهم يعني من ان هم في ناس فيهم كتير ما بيخدموش وقاعدين في البيوت كل انسان ممكن يعمل خدمة. ده بص بيقول ايه، من يستطيع ان يعمل خير ولا يعمل فذلك خطية، القديس يعقوب الرسول. فلازم الكنيسة كل واحد يبقى ليه دور فيها. النظافة بتاعت الكنيسة، الكنيسة دي لازم تبرق، لازم تبرق نظافة دورات المية، نظافة الكنيسة بصفة عامة، كل دي حاجات لازم يبقى الستات ليهم ذوق في الناحية الجمالية بتاعتها يعني. معنا آخر سؤال يا قدس أبونا، أحب أسأله لقدسك، إيه أهمية دور المرأة في روحانية البيت؟ هل هي عليها المسؤولية الأكبر من الرجل؟ هي شوفي، كان زمان الست يعني أغلب وقتها في البيت، إنما النهاردة المرأة العاملة بتخرج برة، بتشتغل برة، فبيبقى الوقت اللي قاعدة في البيت قليل. إنما حتى هذا الوقت القليل مفروض إنها يعني تدي جو من روحانية، روحانية الترتيل، روحانية التسبيح، روحانية إنها هي بتقرأ الإنجيل مع أولادها الصغار، فترة ما قبل النوم بتحكي لهم حكاهم الكتاب المقدس. بس هي طبعا ما تقدرش تعمل كل ده لوحدها، يعني مش باجي على رجال، بس ما تقدرش تبقى مسؤولة عن كل ده لوحدها. هو الطفل الصغير يحب أمه، يحب ما يجي ينام يحب امه تبقى جنبه، ما يحبش ابوه، يحب ابوه طبعا، بس ما يحبش، يحب فتره ما قبل النوم دي يحب امه تبقى جنبه. فدي فتره لازم تستثمر في قصص من الكتاب المقدس، قصص من تاريخ الكنيسه، بدل الكرتون والبتاع والشرشر وديزني لاند والحاجات دي، لا عاوزين يدخل بدلها. وبعدين زي ما بقول وأنك، بولس الرسول بيكلم تيموثاوس بيقول له وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. هو طفل، في ملك في العهد القديم مش فاكر اسمه ايه، كان عنده 8 سنين، انا قعدت افكر وبعدين يقول لك كان عنده 8 سنين وملك مش عارف كم سنة وأمك فلانة. هنا ليه بيذكر الأم؟ ان كان ليها دور فيه، ليها دور كبير فيه في روحانيته. لو مرة اتكلمنا عن يكابد أم موسى، هي اللي عملت الجو ده كله، هي اللي خلقت من موسى شخصية قيادية. الأم ليها دور كبير جدا في تشكيل شخصية الطفل الصغير. يعني أنا أحب أسمع من قدسك قصص من يعني أو قصة من الإنجيل قبل ما نخلص حلقتنا، يعني عن دور الأم في البيت وروحانية البيت. يعني إذا قلنا من الكتاب المقدس هنقول حنة أم صمويل، صلت قبل ما يجي وصلت لما جه وقدمته لربنا، قدمته لربنا. يعني أنا عاوز أقول حاجة، الأم مش تمتلك الولد يبقى بتاعها، لا ده بتاع ربنا وإحنا وكلاء عن ربنا لتربيته. حنة أم صمويل، لؤيس وإفنيكي أم وجدة تيموثاوس، كل دول ناس ليهم. إنما أكتر شخصية شكلت قائد كبير في الكنيسة في الكتاب المقدس هي الأم يوكابد، وما عملته مع موسى في الكام سنة هتلاقي خدي رضع، مش عارف
أقصى حاجة يرضى على كام سنة؟ 3 سنين، مش أكتر من 3 سنين، ولكن شكلت شخصيته في ال3 سنين دول. فاللي أنا عاوز أقوله، الأم ليها دور في شخصية الأبناء وليها دور في روحانية البيت. الصور بتاعت البيت، الأيقونات بتاعت البيت، الولاد وهم رايحين المدرسة الصبحية لو الأم تاخدهم كده وتقف قدام الأيقونة. الصوم، صوم الأربعاء والجمعة ده مين اللي بينظمه؟ الأم. يعني في ولد تقول له صوم يقول لك لا أنا ما أقدرش أصوم. ليه؟ أصل أنا اتعودت إن أنا أكل لحمة كل يوم. كل يوم هو اتعود كده، أمه ما صمتوش. إنما دايما البيت الصوام يطلع نفسهم. أعياد القديسين، الأم كده ما تحتفل النهاردة عيد العذراء، النهاردة عيد يوحنا المعمدان، النهاردة عيد أبو شافين، النهاردة عيد خزمان ودميان، ويقعدوا كده. وبعدين من المناظر الحلوة اللي أنا كنت أشوفها في الأحياء في إنجلترا، الأحياء اللي هي فيها يهود، أشوف المنظر ده، الجد والابن والحفيد رايحين المعبد بتاعه، الجدة والابنة والحفيدة رايحين. ليه؟ اتعودوا. عشان كده مهم جدا تكوين عادات روحية في الطفل، عادة الصلاة، عادة الصوم، عادة العطاء للفقراء. عادة الأم دي مدرسة للفضائل. تعالوا يا أولاد الهدوم اللي ضاقت علينا تعالوا نوديها للكنيسة، تعالوا نودي الحاجة دي لإخوة الرب، بتتزرع فيهم الفضائل ده. هي مظبوط يا قدس أبونا، يعني كلام طبعا يا رب كل الستات يطبقوه، it's never too late يعني إن شاء الله. أحب أن قدسك توجه مسج للرجال عشان يتابعوا سلسلة حلقاتنا النساء فقط، وحول أهمية يعني أن هم يتابعونا لا هم من غير ما نديهم رسالة، يعني هم كلهم مستحلفين لنا وهيشوفوا احنا هنقول ايه، خايفين احنا ننتقدهم. لا احنا مش هننتقدكم، احنا هنصلح لكم النص الحلو بتاعكم عشان انتوا مزاجكم يروق. الرجالة دول هم القيادة كلها يعني. طبعا. ومسج للنساء كمان قبل ما نختم، مسج للنساء هقول كلمة واحدة بس، لك رسالة، لك رسالة، لك رسالة مع زوجك، لك رسالة مع أولادك، لك رسالة مع كنيستك، لك رسالة مع المجتمع. انت لما تعدي أولادك يبقوا خدام ناجحين في المجتمع ما انت هتقدمي. هي لك رسالة، دي أكتر كلمة أبعثها لكل أم وكل زوجة. دكتور كومس أشعيا مخائيل، أنا بشكر قدسك على وجودك معنا النهاردة في أول حلقة من حلقات للنساء فقط، ونشوف قدسك إن شاء الله في الحلقات القادمة. أعزائنا وحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أنا بشكر حضرتكم على حسن استماعكم، وانتظرونا في حلقات قادمة من النساء فقط، وإلى اللقاء.